كل التحيه ليك يا كابتن اسلام ولضيوف حضرتك الكرام ولكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. الف مليون مبروك للنادي الاهلي، صعود النادي الاهلي للدور نصف النهائي. اعتقد الفرحه كبيره، الصوره والمشهد بيغني عن اي كلام. معي في هذه الاثناء معالي السفير شريف عيسى اللي بذل مجهود اكثر من رائع مع بعثة النادي الاهلي. معالي السفير الف مليون مبروك، فرحه كبيره. اعتقد النهارده كل مصري موجود في جنوب افريقيا في مصر فرحان بالصوره فرحان بالمشهد. حضرتك شايف المشهد عامل ازاي، الجمهور المصري عامل ازاي، السعاده اللي الناس كلها فيها. عاوز اقول لحضرتك ان انا كنت قدام الكابتن الخطيب في اخر ثواني في المباراه. الكابتن محمود الخطيب رغم الالم ورغم الوجع قام وسجد على الارض لله شكرا وحمدا. الحمد لله، كلنا بنشكر ربنا على هذا المباراه الرائعه والفوز الرائع. احنا قدرنا ان احنا نسعد الجماهير المصريه ونثبت ان الاهلي في خامس مباراة على التوالي يفوز على سان داونز، لولا يعني السنة اللي فاتت عاوزين ننساها، وده نجح ان احنا نسألنا النادي الاهلي النهارده. معالي السفير مجهود كبير يشكر حضراتكم عليه، مسؤول السفارة والخارجية المصرية بذل مع بعثة النادي الاهلي، احنا من خلال قناة النادي الاهلي بنشكركم عليه. ولا حاجة في مقابل السعادة اللي احنا اديناها لجمهور النادي الاهلي ومجلس الإدارة بقيادة الكابتن محمود الخطيب وطارق صديقي العزيز، ربنا يسعدكم دايما. بشكر حضرتك يا معالي السفير. شكرا.